ثم أشار إلى آية أخرى من القرآن، الإكراه لا فائدة منه، وذلك مثل أن تحمل مسدسا أو سكينة وترغم رجلا أن ينطق بالشهادة فنطق بها مرغما، ما فائدة ذلك؟ لا إكراه في الدين. لكن الفرية التي يعمدون إلى بثها أن المسلمين كانوا يكرهون الناس. أقول لك يا شرش، أنت بنفسك دليل على أن المسلمين لم يكونوا يمارسون أي إكراه منذ 1400 سنة، أنت والمسيحيون. أنت والمسيحيون الآخرون الذين تزعم أنهم يبلغون اليوم 14 مليونا تعيشون بفضل تسامحنا. بقي المسلمون يحكمون مصر طيلة السنوات 1400، تخلل ذلك دخول الفرنسيين والإنجليز لسنوات قلائل، لكن طيلة هذه المدة بقي المسلمون يحكمون تلك الأرض. واليوم تتبجح علينا بأنه يوجد 10 ملايين قبطي في مصر. لو كان هناك اي نوع من الاكراه فانك لن تجد مسيحيا واحدا في ذلك البلد. لقد حكم المسلمون اسبانيا طيلة 8 قرون، ولاننا فشلنا في تبليغ الرسالة طردنا من هناك. عار علينا، لم نقم بالواجب الذي كلفنا الله به. لكن لو اننا كنا نقوم باي وجه من وجوه الاكراه فانك لن تجد هناك اي مسيحي على الاطلاق، على الاطلاق. لقد حكمنا نحن المسلمين الهند طيلة 1000 سنة، ولكن بعد فترة هذا الحكم حدثت مشاركة في الحكم، فحصل المسلمون على نصيب الربع، وحصل الهندوس على نصيب 3/4. لماذا؟ لاننا لم نقم بالواجب الملقى على عاتقنا، لاننا لم نقم بممارسة الاكراه. اي جيش للمسلمين ذهب الى اندونيسيا؟ اي جيش اسلامي ذهب الى نيجيريا؟ اي جيش اسلامي استعمر شرق جنوب افريقيا؟ واليوم يعتنق كثير من البريطانيين والامريكيين الاسلام. اريد ان اعرف اي سيف يستخدمه المسلم لاجبارهم على ذلك. يقول برنارد شو انه لو قدر لاي دين ان يسود انجلترا واوروبا في السنوات المائة القادمة فلن يكون ذلك، لن يكون الا الاسلام. لقد كان برنارد شو يتمتع ببعد النظر، لكننا نحن المسلمين فشلنا. والله لم نستخدم بصيرتنا، اننا نقول اننا مؤمنون ولكننا لم نستخدم بصيرتنا، لم نستخدم بصيرتنا. ان العاقبة ستكون لنا والله. لقد قال الله تعالى انه يعطينا دينا، منهج حياة سيظهره على الاديان كلها وسيسودها جميعا، هندوسية، بوذية، نصرانية، شيوعية، يهودية، وكل ملة ونحلة. وتقول سيف؟ انا اسأل اي سيف؟ توماس كارليل الذي عاش سنة 1830 قد القى محاضرة هنا في المملكة المتحدة، وهو من اعظم المفكرين والنوابغ في القرن الماضي. قال السيف حقا، ولكن من اين نأتي بسيفك؟ ان كل رأي جديد ينتشر بين الناس يكون منشأه رجلا واحدا، فاذا اخذت سيفك اي فكرتك لتنشره بين الناس، ولكن اولا يجب ان تشحذ سيفك. ولكن كيف تحصل على السيف؟ ان ذلك يكون من خلال علمك وبواسطة حكمتك. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة، سيف الحكمة والفهم والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي احسن.
والموعظة الحسنة and with beautiful preaching. نعم. وجادلهم بالتي أحسن and reason with them in the ways that are best and most gracious. وهذه آخر نقطة أتناولها ضمن الوقت المتاح لي.